باشا يا امير يا باشا وحقنا فين مشى حقنا فين مشى وريبتي وشردتي ريبتي وشردتي اشبر قانون طبقتي اشبر قانون طبقتي اشبر دستور طبقتي غرية بصر تكري غرية بصر تكري غرية بصر تكري غرية بصر تكري وبغيت حقي وبغيت حقي وبغيت حقي وبغيت حقي وبغيت حقي حقي في السكن على كرياني انا مشاهدي قناة شطوبة انا مرحبا بكم في الهاوية والسلالة امام العمود العين السبع وهنا سكان كاريا سنترال الصادق اللي يتم هذه الديرة هذه 8 سنوات مازال لحد الان على مر 8 سنوات مازال يوميا الوقفات باش ياخذوا الحق ديالهم ما توصلوش به الناس اللي ما عندهمش استفادة وما عطاوش فين يسكنوا الناس اللي متشردين فيهم كبار فيهم صغار فيهم مسنين لمدة 8 سنوات من 2016 لدابا باقي لحد الان كيحتاجوا على الحق ديالهم فاحتجاجهم على المسؤولين الناس اللي وعدوا بالحقوق وما عطاوش لهم نحاول ناخذوا الديكلاراسيون عن اي واحد فيهم ماشي حكينا المعاذ اللي كيعاني هذه 8 سنين ضربه بلا هويه شنو المشكل عندك؟ وعليكم السلام معكم صامود محمد واحد من ساكنة كاريان سونترال ضحايا من ضحايا الهدم الجماعي الاجباري ديال 2016 اخويا راه حنا من 2016 من بعد الترياب عطاونا واحد الوعد قالنا الترياب راه جاب قرار 15 يوم غنلقاو لكم الحل راه من 15 يوم ديال 2000 ديال شهر 3 2016 راه حتى لدابا 2023 راه حياه المنتونادي الكاريان راه ريبو الساكنه راه مشردوها كنطالبوا بحقوق بحالنا بحال جميع الناس اللي كانوا ساكن في الكاريان حنا كنطالبوا بالتسويات الوضعيه بحالنا بحال الساكنه المرحله الهراويين والحلحال ما كنطالبوش بشي حلول تعجيزيه ولا شي حاجه فوق القانون حنا ناس مع القانون ومع الدوله ولكن ما خصناش نضيعوا في حقنا الناس ديال كاريان سنترال الناس ديال المقاومه واعضاء جيش التحرير ما بغيناش نتشردوا بهذه الطريقه المهانه اللي ما كتخدم لا مواطن لا دوله لا جلاله الملك عطى الاوامر باش ينفذوا وعطى الاراضي ولكن الناس ديال عماله عين السبع داروا ما بغاو وفرقوا البقاع في الاول بحال كانوا كيفرقوا في الشريحه ايام عاشوره ودابا كيقول لك ما عندنا ما نديروا لكم انتم عندكم حق ولكن الان دابا الوعاء العقاري ما كاينش حنا هاد الوثائق اللي عطاونا فين الوعاء العقاري هاد الورقه ديال الاستفاده فين الوعاء العقاري ديالها فين كيف يعقل ان انسان زياده وخلق في الكاريان وليداته في الكاريان وكيجي وكيقولوا ليه انت ما تحسيتيش كيف يعقل ان شركه التهيئه العمرانيه هي اللي مكلفه بالاحصاء وكيف يعقل ان الاحصاء يتم بقلم الرصاص وكيف يعقل ان الناس ما عمرهم ما سكنوا في كاريان واستافدوا وراهم ساكنين والناس الحقيقيين اللي خاصهم يستافدوا وخاصهم راهم مديعين متشردين مع جالسين في الارض ومفرشين مفرشين بالسماء انت دابا المده اللي كنت شارد في 2016 وانت مشرد حنا من 2016 وحنا مشردين كاينه عائله دابا حنا كارين كاينين الناس اللي ما لقى باش يكرا الكري صيفط ولادو للعروبيه وبقى هو كينعس في الزلقه وكيمشي يخدم في الموقف ولا كيمشي خاصو يعرف بان هاد الساكنه اللي جاها اللي طالع الهدم اغلبيتها ما عندهمش شي حرف عندهم حرف هامشيه واغلبيه كيمتهنوا مهنه الفراشه كما كانوا في القصاريه راه ما عندهم لا والو ما عندهم لا دخل ما عندهم والو لا خليك شاد هذا اخو ديك السيده في مهضر الله لا ماشي مشكله نقول لك السلام عليكم خو احنا كنطالبوا بالسكن ديالنا عينا 12 عام وحنا حكي على المشكل ديالك حكي لي على المشكل ديالك كان الاحصاء دازوا صحاب الاحصاء قال لك اودي انتم ما محسيينش انت ما محسيش وانا راه محسي غير المراه مسكينه دازوا صحاب عطاو الناس اللي منسيين وحنا ما عطاوناش اخويا حنا كنطلبوا من الله يفرج علينا شنو يسالك الناس مسؤولين نعم سي رسالتك الناس المسؤولين المسؤولين كنطلب منهم باش يساعدونا وهذا الشيء اللي كنطلب منهم انت كتعاني من التهميش 2016 اخويا وحنا عاكارين والله ما نكذب عليك اخويا عندك اسره انت عندك وليدات عندي ربعه الوليدات اخويا وكاري دابا انت كتشوف نعم سي عندك حق الاستفاده ومازال عندي حق اخويا عندي الاوراق عندي كل شيء كارني الحاله المدنيه لاكارت ناسيونال كل شيء عندي على الكاريان اوراقي كل شيء ولادي سيدين في الكاريان والله
حققنا، بغينا نعرفوا حقنا فين مشى، بغينا نعرفوا الملف فين وصل. اي واحد كتقول لي الهيبه الملكيه، كتقول لي كريان سنترال، كتقول بحال الفرقع في عليقه البوله، كيقول لك هذا الملف فيه خروقات. واش الملف فيه خروقات؟ دار الاولي خروقات وحنا نتحاسبوا عليها؟ الا فيه خروقات جيب لجنه تقص الحقائق، دير ربط المسؤوليه بالمحاسبه على اللي مشاو خالقوا في هذا الملف. حنا كيقول لك لا الوعاء العقاري ما كاينش، الا ما كاينش الوعاء العقاري ما كاينش عندهم، هما راه كاريين باقي خاوي، يعطيونا حق بلايصنا تما نهار يلقاو لنا البديل. هادشي اللي كنطالبوا من هاد الناس، واليوم جينا على سعادة العام، ماشي اليوم مدة 8 سنين وحنا بحال هاد الحالة. شحال من عام انتم كديروا؟ مدة 8 سنين وحنا على هاد الحالة، حتى واحد ما كيستقبلنا، حتى واحد ما كيهضر معنا، شي واحد تواصل معاكم؟ عمر شي واحد ما كاينش اللي كيتواصل معاك. وعود كاذبة في الزنقة، وعود كاذبة أمام إدارة، وعود كاذبة في الزنقة، هادشي اللي كاين وعود كاذبة في الزنقة، ما كيدخلوناش الإدارة نهائيا، ما كيهضروش معانا، كيقول لك الوعاء العقاري ما كاينش في حالك. يعني انتم أسرة هنا مشردة؟ أسرة، 200 عائلة اللي باقي عائلات مركبة. كاين اللي توفى، كاين اللي مات، كاين اللي مرات سطة، كاين كل واحد كاين مشى للحبس، كل واحد فين مشى، وكاين اللي نعس في الأصيل تحت من الطوابل. احشموا عيبوا على شي دار العباد الله كريان سنترال، رمز المقاومة داروا لهاد الحالة، احشموا عيبوا. المسؤولين شفت أنا شي عامل يستقبل السكينة، والعامل كنطلبوا ها كنطلبوا غير يستقبلنا العامل يدير معنا الحل، غير يكذب علينا ما كنستقبلناش، بغينا غير يكذب علينا باش النفسية ديالنا ترتاح. وما كاينش واحد ما كيستقبلنا، كيقول لك الملف فيه خروقات ما نقدوش نحلوا هذا الملف، حقاش الملف مشاو الاولين خلاوه مشبك، ايوا الاولين خلاوه مشبك والناس تضيع. حنا نتحملوا المسؤوليه ديال اللي شفروناه بقى بعض العباره اللي باعوشوه في عباد الله، حنا نتحملوا مسؤوليتهم، يديروا ربط المسؤوليه بالمحاسبه، يجيو لجنه تقصي الحقائق دير ربط المسؤوليه بالمحاسبه وديروا تسويه الوضعيه كما داروا مع الاولين ديروا مع الاخرين، ماشي شي عطاو سبعه البقع، شي عطاو ثمانيه، شي واحد عمره ما شاف البراكه كيفاش دايره كتقعد جوج بقعات، عمره ما شاف البراكه باش يولد الكيان عنده جوج بقعات، احشموا عيبوا عاودوا زيادوا خلوق. الملف راه كان غادي بواحد المسطره، راه كان غادي بواحد المسطره، كانوا كيديروا حلول مع العائلات المركبه، مع الارامل، مع المطلقات، مع كل شيء، كما كان غادي الملف يكملوا به. علاش؟ علاش هاد الشيء طبق على هاد الناس اللي باقيين هنا؟ هنا كيبينوا لك ان هنا كاين خروقات، هنا كاين الرشوه، هنا كاين بزاف د الحوايج. علاش حنا بالضبط اللي بقينا؟ علاش الناس الاولين مشاو وحنا بقينا؟ حنا ما عندناش الفلوس، راه باقيين هنا وغنبقاو نطالبوا بحقنا حتى غنموتوا هنا قدام هاد العماله. 91 عام السلام عليكم. هو مسكين ابو عاق. السلام عليكم. شوفوا وليدي انا نقول لك واحد الكلمه، كاع هاد الناس اللي هاد الناس اللي واقفين هنا راهم كلهم واقفين على حقهم، وكلهم مظلومين وكلهم مشردين. من راسي انا وجبد، انا عندي 90 عام في عمري وعندي 11 نفس في المحل ديالي، وعندي 9 ثلاثة الملوك اللي دوزت في هاد الحي المحمدي. لا يعقل شردوني فيا انا وولادي. كتحس براسك تحكرتي في حق ديالك وليدي؟ اش نقول لك؟ لا الله هو هذا، انا كون ذاك لا يعقل واحد منفرد بوحدو راسو وراس اعطوني سبقه، وانا عندي 11 نفس اعطوني سبقه. كندير ليه؟ فين ندير الولاد؟ لحد الان ما استفدتيش منه؟ الان فين مشات البقعه ديالي؟ ملي كنقول لهم هيك كارت ما بقاش، فين مشات؟ تباعت. الوعاء العقاري ما كاينش. يلا. شنو رسالتك لهاد الناس؟ اش بغيت تقول لهاد الناس؟ اش غنقول لهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ما عندي ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيهم الحق. نقول لهم طيب طيب. بزاف وما كاينش شي واحد يتدخل. بكاوني الله يبكيهم ولادهم. إذن مشاهدين قناة شوف تيفي كما شفتوا معنا هذه المسألة هذه اللي كتضر في القلب، 8 سنوات تشردوا فيها أسر مسنين، ناس كبار، شي مات، شي مشى، شي سمح فيها ومشى في حالته، شي مرض غير بهذا الشيء، شي بقى 8 سنين هو كيحتج، ولا واحد تواصل معاه، ولا واحد قال لهم كلمة اللي تطمن القلوب ديالهم، فقط وعود كاذبة، فقط إهمال، تهميش، يعني مازالنا كنعاني من هذا الشيء في البلاد السعيده ديالنا، يعني كنتمنوا من الناس المسؤولين انهم في اقرب وقت ممكن يتوسطوا حل مع هاد الناس هادو اللي مازال تيعانيوا، يعني حق ديالهم ضاعوا فيه. نتمنوا نرجعوا لهم
نتمناهم ما يضيعوش. يعني راجل مسن كما شو دابا 90 سنه شحال غيعيش في هذا السيد هذا في الدنيا هذه؟ 100 عام 200 عام ما يمكنش، محال. الا العمر بيد الله، ولكن راه كما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير امتي 70 سنه. يعني السيد هذا عايش 90 سنه شنو غيعيش فيها؟ 5 سنين عنده 11 نفس وعطاه نص بقعه وباقي لحد الان ما استفدش فيها، رضى بديك نص بقعه وباقي لحد الان ما استفدش منها. فينا هي نص بقعه؟ الله اعلم. يعني كنتمنوا من الناس المسؤولين انهم ياخذوا الحق ديالهم. بهذا المشهد ديال قناه شوف تيفيك كنوصلوا نهايه البث ديالنا، كنشكركم على حسن التبع ديالكم، الى لقاء بث اخر ان شاء الله.